مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. أفر جديد وفضيحة جديدة في تراب عمالة مولاي رشيد. هذه جمعية الجمعية الرياضية لنادي أومني سبور بمسيك سيدي عثمان. هذا النادي خاص بالفروسية وفي العديد من الأنشطة، من السباحة وفيها واحد القاعدة الحفلات. المهم اللي وقع هنا هو أن فلوس كحلة، فلوس كثيرة كتدخل جيوب بعض الناس في غفلة من الجميع أو بتغمض العينين من طرف بعض الأشخاص. المهم هادشي كامل غادي نعطيكم التفاصيل ديالو. فاللي كاين هو أن الفرقة الوطنية دخلت على خط الاختلاسات اللي وقع في هذا النادي اللي هو نادي الفروسية تابع لعمالة بمسيك سيدي عثمان. في انتظار التحاق المشاهدين غادي نعطي فقط لغير بعض التفاصيل. فهاد النادي ديال الفروسية هو بالقريب وقريب من نادي تيسيما، وكذلك قريب من سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك، كيتواجد في شارع عبد القادر الصحراوي. المهم هذا المكان ربما الناس غيكونوا عارفين بالضبط. اللي وقع هنا هو ان ثلاث جمعيات من 2010 هما مسؤولين على هذا النادي. هذا تبعوه معايا شوفوا شحال ديال الفلوس مشات ودخلت الجيوب بعض الناس. ثلاث جمعيات غير قانونيه، ما عندهاش الوصل، غير مرخصه. ثلاث جمعيات، ركزوا معايا لان كل كلمه مهمه كنعاود نكررها. ثلاث جمعيات من 2010 وما كيستغلوا هاد النادي ديال الفروسيه تابع لعماله بمسيك سيدي عثمان، غير قانونيين بالمره هنا في هاد النادي. كاين تقريبا ازيد، كاين ازيد من 600 منخرط. تبعوا معايا، ازيد من 600 منخرط، وكاين اللي كيقول بان كاين 1000 منخرط. كل منخرط كيخلص 7000 درهم في السنه، 7000 درهم في السنه. وهناك بعض المدارس اللي كيقوموا بواحد الانشطه رياضيه، الانشطه كيعملوها للتلاميذ ديالهم، الوليدات ديالهم، كيخلصوا تقريبا ما بين 15000 درهم الى 20000 درهم، اي مليون ونص حتى لجوج المليون سنتيم كيخلصوها باش يقوموا بعض الانشطه. يعني في السنه كيخلصوها باش يدخلوا هنا يجيبوا ذوك الوليدات. كاين واحد الكونت بونكير كتجمع فيه الفلوس. ذوك الفلوس شكون اللي كيتصرف فيها؟ كيتصرفوا فيها هاد الناس اللي مؤسسين او بين قوسين كيقولوا بان هذه الجمعيه هي غير جمعيه غير قانونيه، ما عندهاش ملف قانوني، ما عندهاش رخص. والفرقه الوطنيه كذلك استدعت اربعه ديال القياد اللي كانوا من 2010 او ربما من قبل من 2010، يعني الوقت اللي كانوا كيستغلوا هذه الجمعيه، استدعوا ذوك القياد اللي كانوا في ذاك الوقت. قلت بان المئات من الملايين، ما غاديش نقولوا 200 ولا 300 ولا 400، الملايين بالعرام. واحد الحساب بنكي ديال جمعيه غير قانونيه غير مرخصه، ما عندهاش رخصه ديال الاستغلال او ديال تسيير هذا النادي. كيفاش وقع؟ الله اعلم، بحالنا بحالكم. هادشي اش كنقول لكم؟ بان هذا هو الشارع ديال عبد القادر الصحراوي، وهذا هو النادي، هذا هو درب عمر الجديد اللي كنتكلموا عليه. فكيف قلت؟ كيف يعقل ان اشخاص كيدخلوا كيسيروا نادي وهما ما عندهمش الشرعيه وما عندهمش رخصه وغير قانونيين ثلاث جمعيات؟ والخطر في الامر هو في سنه 2023، لان ملي الناس حسوا بالصهد وعرفوا بان القضيه حامضه، بداوا كيأسوا واحد الجمعيه اللي خداو فيها رخصه في سنه 2023. خداو رخصه على اساس باش يغطيو على الاستغلال الغير قانوني اللي بدا من سنه 2010. مئات الملايين كتدخل. والغريب والعجيب في هذا الامر هو ان الماء والضوء، هذه المنشأة اللي أمامكم ديال الفروسية، هي في ملك مجلس مدينة الدار البيضاء. مجلس مدينة الدار البيضاء بدوره عامل واحد الدعوة قضائية من أجل إفراغ نادي الفروسية من هاد الأشخاص اللي كاينين هنا، ولكن تعذر عليهم الإفراغ. الضوء والماء ديال مجلس المدينة، غير الماء تقريبا مجموعة 90 مليون سنتيم كيستغلوا الماء والضوء ديال مجلس المدينة. كيفاش هاد الناس قدروا انهم يدخلوا لهذا الملك ديال مجلس المدينه اللي صبح في المجلس، صبح ملك ديال مجلس المدينه؟ وشكون اللي خلاهم؟ وفي كانوا القياد في ذاك الوقت؟ وعلاش وكيفاش؟ وشكون اللي كان مستفد من هاد الوزيعه؟ هذه كنسميو الوزيعه، هذه هي القميله الصحيحه. ما يغركمش الناس داروا الفلوس، لكن الناس للاسف كيتغتناو بواحد الطريقه غير قانونيه بالمره. ف
فالمهم نعاود نذكركم بخصوص الناس اللي تلتحقوا بنا في هذا المباشر، وكنتمنى انكم تبارطاجيو. الفرقه الوطنيه البوليس دخلوا في على خط التحقيقات بشان هذا الملك الخاص بمجلس المدينه اللي هو مسمى تحت اسم الجمعيه الرياضيه اومني سبور بمسك سيدي عثمان. هذه فيها النادي ديال الفروسيه غير القاعه ديال الحفلات اللي كاينه هنا في النادي ديال الفروسيه او في هذا الوعاء العقاري اللي كيمتد على 8 هكتارات. فكاينه قاعه ديال الحفلات كتدخل المئات ديال الملايين في السنه، المئات ديال الملايين في السنه. كاين مسبح، كاين مقاهي، كاين بزاف ديال الانشطه كتقام هنا في هاد المنشاه اللي كيستافدوا منها ناس كيتخلصوا من هاد عباد الله ب 7000 درهم ثمن خيرات. انا سالت وبحثت في هذا الموضوع، وبالاخص السؤال اللي كان عندي شكون اللي قام بالشكايه. اللي قام بالشكايه هو مور خريط. مور خريط اكتشف بانه تنصب عليه من طرف جمعيه غير قانونيه. الجمعيه ما عندهاش الصفه القانونيه، ما عندهاش رخصه، وتقدم بشكايه. وملي تقدم بشكايه بدا التحقيق، والتحقيق خرج لنا العجب. الان راه مستدعي الفرقه الوطنيه اربعه ديال القياد عندهم صله كبيره بهاد المنشاه الرياضيه اللي هي نادي الفروسيه ديال بمسيك سيدي عثمان، اللي هو في الاصل ملك ديال جماعه او ديال مجلس مدينه الدار البيضاء. المهم هذا افير وطرقناه في انتظار نزيدو نبحثو على هاد في هاد الملف، نعرفوا التفاصيل ونعرفوا شكون هما هاد الاشخاص وكيفاش هاد الجمعيات كيقدروا انهم يدخلوا ويسيروا وهما غير قانونيين. حتى الصفه باش نقولوا جمعيه ما خاصهاش نقولوها، لان ما عندهمش الصفه القانونيه، غير مرخصين. احنا كنعرفوا بان اي نشاط كتحتاج واحد الرخصه، والرخصه شكون اللي كيعطيها لك؟ يعطيها لك القائد. اذا هنا كيفاش هاد الناس قدروا انهم يدخلوا لهذا المكان ويقوموا بالنصب بالاحتيال، والحساب البنكي ممتلئ بالمال، في فلوس، فلوس كثيره. كنقول لكم اكثر من 600 مور خريط، كل مور خريط كيخلص 7000 درهم. المهم انا عطيتكم داك الشيء بعجاله في انتظار المزيد من المعطيات اللي غادي كذلك حتى حنا غادي نفجروا فيها هذا الملف، لانه ملك مجلس مدينه الدار البيضاء، ملك لبيضاوه، ناس مشارين مكارين كيكذبوا وكينصبوا باسم جمعيه هي اصلا جمعيه غير قانونيه، ما عندهاش ملف قانوني. ملي كنقولوا ما عندهاش ملف قانوني اذا غير مرخصه. كيفاش كانت كتشتغل؟ شكون هما الناس اللي كانوا مغمضين العينين عليهم؟ واش كانوا مستافدين من الكعكه اللي كتدخل او من الفلوس اللي كتدخل من النادي ديال الفروسيه؟ وشحال ديال الفلوس ضربوا؟ المهم هادشي كامل احنا غادي نتبعوه في قادم الايام. هذا ملف كيف قلت ربما نقطه في بحر من الفساد اللي كنعيشوه في مدينه الدار البيضاء وفي المغرب، لان العديد من المنشات فيها اختلاسات وفيها اختلالات وفيها النصب وفيها احتيال. كنقولوا علاش حنا غاديين في الخسران؟ لان هناك ناس للاسف ما كيطبقوش القانون، كيغمضوا الاعين ديالهم باش تكون واحد الاستفاده. هذا الشيء فقط غادي يفكوه غير رجال الامن. الفرقه الوطنيه تبحث في الملف، وملي كنقولوا الفرقه الوطنيه اذا القضيه حامضه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.